قال رئيس وزراء بابا غينيا الجديدة إن بلاده تحترم موقف بكين حيال مسألة بحر الصين الجنوبي، وتدعم المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية في النزاع البحري. وقد أدلى بيتر أونيل بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية، وقال إنه يجب حل النزاعات البحرية سلميا بين الأطراف المعنية المباشرة من خلال الحوار والمفاوضات تحت مظلة القانون الدولي. وخلال الاجتماع قال الرئيس شي إن الصين ستعزز التبادلات رفيعة المستوى وثقة سياسية المتبادلة، وستسعى إلى تعاون أوثق مع بابوا غينيا الجديدة في مجالات التجارة وبناء البنية التحتية.